السلام عليكم. تركي محمد العتيبي بصف الثاني ابتدائي مدرسة آفاق البديعة. هذا كتاب قدرات اللفظية شركة آفاق التعليمية. ناصر قدوتي في الصدق. ما نوع الأسلوب؟ إن أسلوب توكيد. مرحبا يا أصدقائي. نكمل عن قدرات اللفظية. لدينا مهارة الأصوات. حمام، هذه ما العلاقة متشابهة؟ مثلا الحصان صوته صهيل. بدأ يا أصدقائي بالحيوان أولا. الصوت، أنا نختار أسد صغير. لماذا؟ أنا بدأ بالحيوان من الصوت. والآن مع المثال التالي. الشجرة غصن ما العلاقة متشابهة؟ مهارة تعلمنا الكم من الجزء. إذا لدينا شجرة كم والغصن جزء منها. المدرسة كم والفصل جزء منها. هنا بين لنا الكم والجزء. شجرة غصن مدرسة فصل. لماذا اخترنا المدرسة والفصل؟ المدرسة الكم والفصل جزء منها. شكرا يا أصدقائي على هذا الاستماع.